بيدرا فعلي صالح الجهرة. آيا كابي سلمة بور بيتقدم حلوة فكري. سعد بيتابعه، شوف الخادي بيحاول يتابعه لكن ايضا تضرب دفاع الجهرة مقطوعة. مايكل اومو كرة ملعوبة لصالح نادي كاظمة وخطأ لصالح عمر الحبيتر. اساكا كرة مع نادي الجهرة، التحام وفي فاول لصالح الجهرة. عنده توجيهات في ناحية الدكة، كرة بتلعب سريعة. محمد زكري تدخل تغطية ممكن يشوت يرجع مرة ثانية دفاع نادي كاظمة، وهذه المحاولة اساكا ناحية اليمين داخل منطقة الجزاء. فسد بيحط بالجول، الله مرت قريبة قريبة قريبة. شوف 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 بطولة والكرة مقطوعة. محمد زكري بينقلب في الأمام إلى اساكا مرة ثانية. محمد زكري بيحاول الكرة لصالح الجهرة، ملعوبة عرضية لكن الفارسي بغطية. اياكا بيحاول يتابع قاطعها منه، تنقل اساكا ناحية اليسار. خمس مواسم تقريبا اول فريق هذه البطولة. كرة اللعب لصالح نادي الجهات والقادسية اللي راح يلعبون بعد قليل. كرة ملعوبة لصالح نادي الجهات دقيقة 16 الشوط الثاني. كرة ملعوبة والمحاولة، الكرة بتمر يتابع اساكا. الله كان يبي يصيد الزاوية البعيدة. شوف حين كنكوني.